بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا فيكم في درسنا 15 في تعليم اللغة التركية. قبل لا نبدأ الدرس، أنا أحب أقول لكل شخص يسمعني بيرم مبارك أولسون، عيدك مبارك، الله يتقبل مننا ومنكم صالح الأعمال، والله يعيد علينا وعليكم بالخير والبركات. في درس اليوم إحنا حنشوف بعض الكلمات، وحنشوف أداة اللي هي كاتش، وحنشوف يكندا وزكتا، وحنشوف الدا والدي بس ما هو بنفس الاستخدام اللي احنا عرفناه أول، وحنشوف الأعداد، وحنشوف أداة جديدة علينا اللي هي إلى. طيب بسم الله نبدأ. كاتش أو كاتش تاني يعني هاو ماني أو كم، نسأل عن عدد. مصدى كاتش تاني تباك فار يعني كم طبق يوجد على الماصة. أتشوك يعني open أو مفتوح. بنجرة أتشوك ديل يعني النافذة ليست مفتوحة. كابالو يعني closed أو مقفل. أو كابو أتشوكمو يكسى كابالومو يعني هل الباب مغلق أو مفتوح. بيمبي يعني وردي. أودادا بيمبي بير دولاب فار يعني يوجد دولاب وردي في الغرفة. مور يعني بيربل أو بنفسجي. باتشيدي مور تشيكلر فار يعني يوجد ورود بنفسجية في الحديقة. يكون يعني نير أو قريب. أوتوبوس درو يكون ديل أوزاكتا أوزاكتر يعني الباص ستيشن أو محطة توقف الباص ما هي قريبة، بعيدة. أوزاك يعني فار أو بعيد. شو فابريكا أوزاك يعني هذاك المصنع بعيد. طيب الأداة اللي احنا حنشوفها اليوم اللي هي كاتش تاني. طيب we have seen the word تاني في الأعداد قبل كذا، مثلا لما احنا كنا بدنا نقول بش كلم كنا نقول بش تاني كلم يعني 5 أقلام أو 30 دفتر وتوز تاني دفتر. طيب to ask for the number of something كاتش تاني is used يعني كم. طيب كاتش تاني اف يعني كم بيت how many houses. كاتش تاني الما how many apples كم تفاحة. طيب خلونا نشوف الآن احنا كيف نكون السؤال اللي احنا بدنا نسأل عنه لما بدنا نسأل عن أعداد معينة مثلا. طيب to make a complete sentence using كاتش تاني follow this structure. At the beginning of the sentence, the place comes. Then catch tani comes. Then the thing we want to ask about comes. At the end, var comes. طيب خلونا نشرح الشيء هذا اللي احنا جالسين نتكلم عنه. The place اللي هو مثلا شنطة ده في الشنطة. Catch tani هذه ما تتغير ثابتة في تركيب السؤال. الشيء اللي احنا بدنا نسأل عنه كتاب. var ثابتة ما تتغير، فتصير عندنا الجملة في النهاية شنطة دا كاتش تاني كتاب var يعني كم كتاب يوجد في الشنطة. طيب خلونا نشوف ناخذ أمثلة على هذا الكلام. باتشيدي كاتش تاني تشوك var يعني how many children are there in the garden كم طفل يوجد في الحديقة. مسانون استندي كاتش تاني بردك var كم قارورة توجد فوق الماصة أو على الماصة. How many glasses are there on the table. طبعا السفكس اللي احنا أضفناه على كلمة مسانون، النون هذه انضافت عشان الأستندي، تابعة للأستندي ما هي تابعة للقاعدة اللي احنا قاعدين نتكلم عنها. إذن ينوندا كاتش تاني أربا فار How many cars are there near the house كم سيارة توجد قريبة من المنزل. طبعا نفس الحكاية عشان يانوندا صارت الإيفن أو السفكس انضاف على كلمة الإيف اللي هي البيت. طيب we can cancel the word تاني يعني احنا ممكن نسأل السؤال بدون كلمة تاني، ومن خلال سماعي للغة التركية أنا ما بسمع التاني كثير. طبعا هذه المعلومة أنا ماني متأكد منها. طيب يكوندا وأوزاكتا أدوات جديدة إن شاء الله علينا حنشوفها. إحنا ممكن نستخدمها على إنها adjectives على سبيل المثال
إف يكندر يعني the house is near أو البيت قريب وكل أزاكتر the school is far المدرسة بعيدة وممكن نضيف لها الدا وتصير locational adverbs حال لتحديد المكان على سبيل المثال يكندا وأزاكتا طبعا ليش أزاكتا صارت تي عشان الحرف الأخير في الكلمة من كلمة أزاك كان كي طيب when they come in this form they can be used at the beginning of the sentence or at the last احنا ممكن نستخدمه في بداية الجملة او في نهايتها اذا جاء في هذه الصيغة يكندا بير بوستاني فارمو يعني هل يوجد مكتب بريد قريب من هنا طيب أزكتا بير فابريكا فار يعني there is a factory far away يوجد مصنع بعيد من هنا وممكن نقول فابريكا أزكتا يعني المصنع بعيد طيب it is common to use lar to these words اللي هي lar السفix حق الجمع تصير يكون لاردا بير أكل يوك يعني there is not a school around here لا توجد مدرسة قريبة من هنا biz şimdi uzaklardayız we are now far away احنا الآن جدا بعيدين طيب hastane yakında mı is there a hospital near يعني هل توجد مستشفى قريبة من هنا طيب uzaklarda bir ev var يعني يوجد منزل بعيد من هنا أو يوجد منزل بعيد طيب حنشوف الآن أداة الدا والدي we have seen the day as a locational suffix تحديد المكان الآن إحنا حنشوفها في صيغة ثانية طبعا إحنا الآن حنشوفها تلتصق أو تلحق بالضمائر الشخصية بالpersonal pronouns إحنا شفناها أول مع الأسماء عشان قلنا انها locational يعني on او in او at احنا دحين حنشوفها مع الـ personal pronouns طيب بندي يعني on me او علي sunday يعني عليك بزدي يعني علينا سزدي يعني عليكم باقي الـ o اللي هي she و he و it هذه شاذة نقدر نقول عنها شاذة بس احنا حنحط لها حرف الـ n حتصير on da يعني on him أو on her أو on it طيب bende para yok يعني I have got any money on me طبعا في الإنجليزي هم بيقولوها on me بس إحنا ممكن بالعربي الترجمة تكون أفضل يعني زي لما أقول أنا ما معايا فلوس أنا ما عندي فلوس sunday kalem var mı زي لما نسأل واحد أقول له معاك قلم Have you got a pen on you or with you? شوف عشان كذا بالانجليزي حتكون الأصح إنها with you ما حنقدر نقول on you لأنه في العرب إحنا نقدر نقول معاك لكن في الانجليزي صعب شوية طيب on the beer كتاب var He's got a book with him يعني هو معاه كتاب top bizde We have got the ball with us يعني إحنا معانا الكورة أنهتر سيزدة ديل يعني المفتاح ما هو معاكم أدم دا بير دفتر فار يعني the man has got a notebook الرجل معاه دفتر أو نوتة سلمة دا بالقسيار يوك يعني سلمة has not got a computer سلمة ما عندها كمبيوتر طبعا نلاحظ أنه الدا والدي تنضاف إلى الأسماء على حسب حروف العلة اللي موجودة في الاسم تليفون دا كم فار يعني who's on the phone مين على التليفون كم دي يعني on whom أو على مين نشوف مثال على هذا الكلام كم دي أنا اهتر فار who has got the key مين اللي مع المفتاح شنطة كم دي يعني who has got the bag مين اللي مع الشنطة طيب خلونا نشوف الأعداد احنا شفنا الأعداد إلى المية
طبعا فيما فوق المية حنكمل بنفس الطريقة. لو بدنا نقول 101 حنقول يوز بير، 102 يوز إكي. طيب 200 حنقول إكيوز، 300 أوتشيوز، 600 ألتويوز. طيب 1000 حنقول بن، 1100 بنيوز، 5000 بش بن. طيب خلونا نشوف أرقام أكبر، 10000 أون بن، 20000 يرمي بن، 100000 يوز بن، 300000 أوتش يوز بن، 300000 تقريبا زي العربية. بير مليون، مليون. طيب عندنا مليون ومئتين ألف حنقول بير مليون إكي يوز بن. طيب الآن حنشوف أداة جديدة علينا اللي هي إلي. إلي has two functions. First it works like the أو and، حرف العطف و. أهمت إلى إلي عائشة، يعني أحمد وعائشة. تشجك إلى كذي، يعني the child and the cat، الطفل والقطة. أهمت إلى عائشة بردة، يعني أحمد وعائشة موجودين هنا. طيب بردك إلى تبك مسنون أستندي، يعني القارورة والطبق على الماصة. طيب دفتر إلى كلام تشانتانون تشنده، يعني النوت بوك والقلم جوة الشنطة أو في الشنطة. طيب الخاصية الثانية لإلي اللي هي زي كلمة، يعني لها نفس الفانكشن حق بيرلكته، هذه حنشوفها بعدين، اللي هي with أو مع. طيب حنقول او علي الى برابر، يعني she is with علي، هي مع علي. طيب ممكن طبعا the usage of الى will be explained later، حنشوف ان شاء الله بعدين. الى is not normally used as above. Usually حرف الاي is omitted and لا ولا added as a suffix. ايش معنات الكلام ده؟ عادة احنا ما نستخدم الى، احنا عادة الحرف الاي اللي موجود في البداية نشيله ونستخدم اللا ولا ونضيفها على بعض الكلمات على انها ملحقة او suffix. كيف؟ خلونا نشوف المثال هذا. طبعا اذا الكلمة اللي احنا بدنا نضيف عليها هذا suffix نهايتها حرف علة، حنحط البفر لتر اللي هو حرف الواي. حنشوف الآن حتوضح هذه المسألة مع الأمثلة اللي حتشوفها أمامنا. طبعا لا ننسى أنه إحنا حنتبع الفاول هارموني اللي إحنا تكلمنا عنها في إضافة اللا ولا. طيب هذه هي الفاول هارموني، مع الحروف هذه حناخد اللا، أو مع الحروف الثانية حناخد اللا. طيب دفتر لي كلم نريده. Where are the notebook and the pencil؟ يعني فين القلم والدفتر؟ طبعا احنا قلنا انه الى لها two functions، يا حرف العطف الواو او with. طيب هنا جاءت قلم ودفتر، فين القلم والدفتر؟ طيب نشوف مثال ثاني. Sunle ben öğretmeniz، يعني you and I are teachers، أنا وأنت معلمين. طيب bardakla tabak masada، يعني the glass and the plate are on the table، القارورة والطبق على الماسة. طيب دكتورla hemşire hastanede، الدكتور والممرضة في المستشفى. The doctor and the nurse are in the hospital. طيب خلونا نشوف محادثة بين رجل ومرأة. الرجل بيقول دكاندا كاتش البسيفار، ردت عليه المرأة اون بش تاني. رد عليها الرجل البسلر نرده
أردا دولابون إتشنده. رد عليها ثاني مرة كاتش تاني تشانتافار أتوز تاني تشانتالار نرنك يشل كهفرنج ديفار. طيب نترجم المحادثة هذه. سأل الرجل دكان دا كاتش البسفار، يعني how many dresses are there in the shop، كم عدد الفساتين الموجودة في المحل. ردت عليه المرأة أنبش تاني، يعني there are 15، في 15. البسلر نرده فين الفساتين، where are the dresses. أردا دولابون تشنده، هناك في الدولاب. طيب سألها بعدين كاتش تاني تشانتفار، how many bags are there. قامت قالت له أتوز تاني، يعني there are 30، 30 يوجد 30 شنطة. طيب سألها تشانتالار نيرينك، قامت قالت له يعني تشانتالار نيرينك يعني what color are the bags، أو إيش ألوان الشنط. قامت ردت عليه وقالت له يشل كهفرينجي ديفار، يعني يوجد عندنا أخضر وبني. أتمنى أن الدرس هذا حاز على رضاكم، وكان درس سهل وبسيط. كل عام وأنتم بخير. الله ها إيمان تول.